السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم يا كرام بكل خير وبركة، وجمعنا بكم في أعالي الجنة. حال المؤمن يا أحبة أنه ينتقل من طاعة إلى طاعة ومن قربة إلى قربة. انتهى الحج ولم تنتهي العبادة، فمن علامة قبول العمل الصالح أن الله سبحانه وتعالى ييسر لك عمل آخر فتنتقل من خير إلى خير. هذا ما يريده الله لك، أن تسمو بالطاعات وتعلو بالخيرات. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلقك لعبادتي فقط دون ما سواه. تعيش في هذه الحياة الدنيا وتحقق العبودية، الذل والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى، ما أجملها من حياة وما أطيبها من. ولا تكن العبادة مقتصرة على أيام معدودات، لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومعنى هذا أنك تعبد الله حتى تأتيك المنية، حتى يأتيك الموت، وأنت ثابت على طاعة وعبادة وقربة من الله تعالى. والنفس التي تتكاسل على الطاعة وتتكاسل على الخير، ذكرها بلقاء الله، ذكرها بذلك الموعد المشهود. ختاما، الله الله يا كرام، أن تدعو الله أن يعينك على فعل الخير وفعل الطاعة. إذا لم يكن عونا من الله للفتى فأول ما يجري.